السلام عليكم. بالنسبة للتحدي لازم نبحث حارس المحيط الهندي، راح ننزل عن المناطق وراح نحددها هلا كلياتها، راح ننزل عن أي منطقة وننوك أي حارس، وبعد ما ننوكه لازم نعمل له فحص. مثل ما كنتم شايفين هي عنا الحارس نوكناه، الأفضل نبني لحتى ما يدمجنا الثاني لأنه راح يجوا هم كلهم ورا بعض. تمام، بعد ما فحصناه هيك عملنا له تشيك راح تنتهي المهمة وتنحسب ونحصل 22000 اكس بي. مهمة كثير سهلة وبسيطة، اتمنى تدعمونا باللايك والاشتراك وشارك الفيديو. صار عندنا شوب ام اس 9 الله يسعدكم، وهلا راح نشوف جميع الاماكن الخاصة فيهم بالجزيرة.